من دبي نحييكم في نشرة العاشرة، وهذه أبرز عناوينها. 15 شهيدا لقوات التحالف والمقاومة اليمنية، بينهم 4 جنود إماراتيين في هجوم عدن. وبحاح يؤكد أن الحكومة ستواصل عملها حتى يعم السلام. انهيار حوثي في مأرب مع رصد عمليات فرار جماعي للميليشيات وقوات المخلوع صالح من آخر معاقلهم في المحافظة. أنقرة تحذر موسكو من نفاذ صبرها في حال تكرر خرق مجالها الجوي، والجيش الروسي ينفي قصف داعش في تدمر. أهلا بكم. ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس